لكن فيه باسيف ترانسبورت اوف صوديوم الكلورايد. تظل المويه هنا في الداخل وتطلع الصوديوم الكلورايد من الخارج. ليه قلنا باسيف؟ لانه اصلا التركيز بتاع الصوديوم هنا مع خروج المويه ما حصل له هنا شنو؟ كان زايد. بالتالي بيطلع الصوديوم بطريقه ما لا؟ بطريقه باسيف. فلو جينا عندنا هنا الخروج بتاع الصوديوم والكلورايد متمشي مع المدرجه اللي تستشف هذه الوصفه. لكن البقاء بتاع المويه في الداخل ما متمشي مع لو عينت هنا الزيادة بتاعت الأوسمولاريتي ممكن تتمشي مع الديبريشن هيحصل هنا وهي هيك عايز هنا لكنها ما بتمشي مع الزيادة بتاعت هنا شنوها؟ بتاعت النظر التكستيشن. أنا لسه في البداية بتاعت دائما دائما تطالع على المطلبين بتاعتك الموجودات عندك ايش الأخبار بتاعتهم. الآن ذا سين اسكندنج الليمبا بروبا فلي is impermeable to water and there is passive transport of sodium alcohol. There is passive transport of sodium alcohol. ليه passive؟ لأن concentration بتاع الصوديوم هنا معلوم passive بتاع الفلويد الآن ويجعل السيك ascending in the blue of Henley which is impermeable to water still and there is active transport of sodium alcohol. active ليه؟ لانه على بال ما طلع هنا الكونسنتريشن بتاع الصوديوم والكلورايد مالو؟ قلل من الخروج بتاع الصوديوم والكلورايد الحاصل. والخروج بتاع الصوديوم والكلورايد لازم يكون ايش بقى؟ في active process. صوديوم بوتاسيوم كلورايد كو ترانسبورتر قاعد هنا يشيل فيها تطلع الصوديوم لكن بطريقه ما لا بطريقه اكتف لانه الكونسنتريشن بتاع الصوديوم هنا كده. بالتالي الاوسمولاريتي كل مره ماشيه ما لا ماشيه قال الاكتيف بدات تضيع منه مش كده؟ ماشيه قال لا ماشيه قال لا ماشيه قال لا لين ما نصل احنا طالعين من السيك السندنج اللي المقلوب وفلي بقى الاوسمولاريتي حوالي 250 ملي اوسمول بين لتر اوف ووتر. بمعنى اخر نص الاوسمولاريتي اللي كانت موجوده في شنو؟ يلا ركز معايا في الكلمة اللي حاولت By the time we reach the end of the sick ascending limb of Lobo Fendi, the osmolarity of the fluid is not exceeding anyway 150 milliosmoles per liter of water. However, Lobo Fendi is the most important factor in the or element in the mechanism of fluid concentration. كلام ده مطلق مش كده؟ مطلق ولا مطلق؟ مطلق ولا مطلق؟ اه قول يا بنطلع بس ولا شو بتسوي واحد؟ اه مطلق ولا مطلق؟ اه مطلق طيب احنا قلنا هو طالع من السيك اسندنج اللي مطلوب منه الاوسمولاريتي ما بيزيد هنا شنوها؟ من 150 ملي اوسموس بالمتر. بمعنى اخر السيك ascending limb of loop of Henle concentrating the fluid or diluting the fluid. diluting على الرغم من diluting the fluid لكنه it is the most important factor in concentration of urine. كيف نجمع بين الدورين؟ لازم يزود ال ميدالري. وين الميدالري؟ لازم يزود الكونسنتريشن في الميدالري. لانه كل ما بيدخل حيسحب معاه ماء. عشان بعدين يزود. هاي هنا طالع هنا الاجابه ايش تقول؟ يعني هو بيدخل الصوديوم. هنا هنا لا. هنا الان يا ما وصل الكلام ده بعدين نعم احنا الان هنا هي الرياضه احنا هي الرياضه احنا هي الرياضه ما اخرج بس احنا هي الرياضه عادي هنا كده
استفز تفكيركم يا جاني. أنا الحق على ها؟ أنا الحق على حقق المطلب الأول. صحيح. ما في مشكلة، هو أنا بس، أنا سلم الحكاية، ما في مشكلة. حقق المطلب الأول. صحيح. إنه الأوسمولاريتي أوف ذا فلويد at the end of the thick ascending limb of loop of Henle is hypo or smaller, لكن there is development of medullary interstitium at the osmolarity. أولاد تفتكر المدلل انترستيشيوم هايبر أوسمولاري ده مطلب أساسي. شو هرجع؟ الجاب الألف ومئتين دي كده شو؟ عشان يسحب المويه ثاني طلعت المويه من هنا ونخلي المويه تطلع من هنا شو؟ الهايبر أوسمولاريتي ونخلي الهايبر أوسمولاريتي دي الآن منو؟ من قصير السنة اللي موجودة. ما مفهوم؟ لا ها؟ يا بيتس خلي بالك معي خلي بالك معي احنا الان لا فرق ده كله مفهوم لحد هنا؟ لحد هنا مفهوم؟ طيب انا ملاحظ الان انه الفلويد في السيك اسندنج لينك اوف روم اوف هندي الاوسمولاريتي بتاعته is 150 مليون اوسمولارز بير لتر معناته هاي كوسمو أقلل المشكلة؟ مش خطر أيوة مشكلة يبقى المنطق بيقتضي إنه لو أنا عايز أصف اللوب أوف هنلي عايز أصف السيك أستندنج لينك أوف لوب أوف هنلي البارتي لك أصف أنواع دايلوتينج حتى اسمه كده اسمه دايلوتينج سيجمنت لكن على الرغم من إنه هو عبارة عن دايلوتينج سيجمنت بدليل إنه الفلول الطالع منه الأوسمولاريتي بتاعته ما زاد 150 ملي أوسمول بير ليتر لكن مهم جدا في العمليه بتاعت الكونسنتريشن لانه الان هو حقق لي المطلب الاولاني which is the development of medullary interstitium hyperosmolarity. ليه medullary interstitium hyperosmolarity دي مهمه؟ طبعا هنا زي المشكله ما تفتكر انها بعيدين من بعض هي نفس الحكايه عشان هي اصلا نصل لل 1200 دي لازم تنسحب وعشان تنسحب المويه لازم الصوديوم والكلورايد اللي يكون عاملين شو اوسموتيك ان كان السائل الان هو طالع من السمي لينبو بلوب اوف هيدلي هو طالع من هذا المكان وكان هايبو اوسمولر صحيح الفلويد از دايلوتد نعم لكن المساله دي او السمي لينبو بلوب اوف هيدلي هو الموفر لها شو ذا ضلري انترستيشيوم هايبر اوسمولاريتي اللي هي لعبت دور الاساسي اصلا في سحب الماء من الديسندري لينك اوف جلوب اوف هيلي والا الاوسمولاريتي في الهيل 200 عمرها ما تصل الى هنا شو هذا؟ 200 من الاوسمولاريتي في حلم نتعب عشان نفهم الحاصل فما مالك بالذي خلق فرق كبير مش كده؟ ها؟ يعني الحكاية الكلام ده الناس ما يجي في يوم من الأيام يطلع لنا الكلام ده شو ها؟ تقول إيه الصحة المبينة من العلم أنا هي صغيرة جدا ما يمكن يعني كلها فرضية لا هي دي ما فرضية كلام بس في عالم هي دي ما فرضية فيها بعض الأشياء فرضية في بعض الأشياء كثير يعني لما تيجي في النيرفوس الفيزيولوجي بتاع النيرفوس سيستم معلومات بتاعته ضعيفه جدا معظم الاشياء اللي معاك معظم الاشياء الحقائق في الجهاز العصبي بالنسبه لنا ما لك يغفى ارتفاع عاجزين يكاد يكون عاجزين تماما اذا اصيب الجهاز العصبي يكاد يكون عاجزين تماما الان هنخش على الدس النفرون زي ما قلت لك لازم تفصل ديستال كونتريبيوتد تيوبيول كورتيكال كولكتنج تيوبيول اند مدمري كولكتنج
the distal convoluted tubule, it is impermeable to water even in the presence of antidiuretic hormone. حتى لو كان الـ ADH موجود. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن بعض الكتب بتقول لي لو في ADH بتكون permeable، وده ما صح. ما في. غريبة. الـ ADH هيأثر فيما بعد. هيأثر فيه. الكورت والبوليت والتيمبول والبوليت بالتالي الاوسمولاريتي في الديستال كونفليوز التيمبول هتزيد هتنقص ولا زي ما هي هتنقص هتبقى حوالي 80 مللي ده الانفصال اللي قاعد يطلع وهو بتاع الاوبسيون اللي احنا بنقول هنا شباب مش حضاره لما حد يطلع صوري ويطلع صوري والمويه نازله الحين شباب باقيه فال 150 تبقى 80 كانما التكاد وصلت الى هنا شو ها؟ لما النص مش كده؟ 150 نص رقم 75 يعني دي 80 يعني الفرق شنو ها؟ هذا هو كل شيء. هتبقى الاصمدي معنى الكلام ده شنو؟ معناته احنا لحد ما وصلنا الديستال كومبيوتر تيوبيوم ما قدرنا نرفع ما قدرنا نخلي الاوسمولاريتي بتاعت اليونين او بتاعت التيمير فلويد حتى مماثله للاوسمول بتاعت الاكستراسيولوجي. يبقى واضح جدا الان هينظم الحكايه ويعمل الفاين توينينج الفاين توينينج يعني الضبط هنا شو الضبط النهائي بتاع المويه هيعمل الحكايه دي في النهايه وعباره عن هنا شو ها؟ الاكتف انتي دايلوت هرمون والكورتيكال كونكتيف جروب اند الريمال كونكتيف وهنا عندنا ايش؟ المره الجايه من اجل واصل هنا شو ها؟ هنواصل من التاثير بتاع شو ها؟ هنشوف كيف الانتي دايلوت مهم جدا الان أقرب الحكاية معاك بالإنفايل فيزيولوجي. هيك لو ماسك مثلا في حياة أخذتها بس مش كده؟ ها؟ هتربط الأسئلة بتاعتك هنا شو ها؟ الكلام بتاعك مع الإنفايل فيزيولوجي. هيجي هنا هيظبط الحكاية في الآخر هو عبارة عن الأنتي دايوريتيك هرمون عن طريق التأثير بتاعه على الكورتيكال كولكتيف تيوب وعلى المضاد الكولكتيف. صحيح ولا غلط حسن تعب صحيح. صحيح عشان تمشي صحيح صحيح من غير حسن تعب لا خلاص مش هنا هاي باي من الاسلام لما ممكن تكون غير حسن تعب يس اني كوتشن ايوه كيف على كيف صار 150؟ طيب هنا كيف صارت 150؟ الحاجه الواضحه جدا في السن وفي السيك اسندنج مين بوضوء الاثنين انفيرمبل الاثنين ما بسمح بخروج الماء يبقى المنطق بيقتضي كل الفلود ماشي طالع في السين وفي السيك اسندنج مين بوضوء فيني الماء بضل هنا الماء بضل والصوديوم والكلورايد ماله يخرج وبالتالي منتصف للنهايه بتاعت السيك اسندنج مين بوضوء فيني هتلقى وصولت حوالي هنا شباب على 150 لذلك هو ده ميكس لكن الخروج بتاع الصوت والكلورايد من الانترستيشن هيحقق لك هنا شو هذا؟ الدموضات الانترستيشن هاي في الاوسمولارتي ودي الساعة ما هتتحقق الا بعد ما يتكون هنا شو هذا؟ ال اي دي اتش يشتغل على الخوف كلهم يكون وعلى الدموضات الانترستيشن ايوه ايوه كويس ها؟ دون الانترستيشن نعم ها؟